تشجيعنا ومساندتنا، ونطلب الله المزيد، ونتمنى الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا البلاء والوباء، ويجعلنا من الذين قال فيهم ربهم ابشروا ان الجنه التي ابشروا فان الجنه التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم، وشكرا لكم مره اخرى. شكرا الاخ الكاتب الوطني للنقابه الوطني للعدو المغرب المنضويه تحت لواء الاتحاد العام للشغالين المغرب، على هذه الكلمه يعني اللي هي شامله وجامعه. الاخوان الى جعل الخاطر للجميع، بما ان معنا القيدوم ديالنا السي بنونا والحاله ديالو الصحيه، نمشيو الى التكريم ليهم باش يمشيو يرتاحوا وعاد نكملوا الامور ديالنا ان شاء الله. قبل ذلك ان غادي تفضل الاخ سيدي عبد الحق باش يعطينا واحد النبذه عليهم، لا بالنسبه للحاج بنونا ولا بالنسبه لبنونا، وبالنسبه للسي سي رفي غادي يعطينا نبذه على السي سيدي محمد الرامي. تفضل السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم إخواني الأعزاء. ورقة تعريفية بالنسبة للحاج سيدي محمد بنونا، رغم أن جل الإخوان الحاضرين في هذه الساعة المباركة كيعرفوا الحاج، ولكن لا بأس بذلك، غنعطيو واحد النبذة على الحياة نتاعو وعلى المراحل اللي دوزها، والوقت اللي التحق بالمهنة، والوقت اللي قدم الاستقالة ديالو باش أنه يمشي يتفرغ ويرتاح شوية. الحاج سيدي محمد بنونا من مواليد 1926 بفاس، واللي ما كيعرفوش الإخوان، وأنا شخصيا تانا مكنتش نعرف هاد النقطة هادي، إلى هاد الصباح كنكتشف بأن الحاج سيدي محمد بنونا كان الأب ديالو تا هو كيزاول مهنة العدالة، وهذه من بين المسائل اللي غنضيفوها إن شاء الله الرحمن الرحيم في ذاك التاريخ ديالنا داخل هاد المجموع إن شاء الله الرحمن الرحيم. درس جامعة القرويين وتخرج سنة 1937، حيث التحق كناصح بمركز زومي دائرة وزان، وبقي مزاولا بها إلى سنة 1969، حيث أصبح كاتبا للضبط بالمحكمة الشرعية في سطاسة سنة 1969. اقتضت مصلحة الدولة إلحاقه بوزارة الداخلية، وعين كقائد بسيدي يحيى الغرب، ثم انتقل إلى وزان، ثم بعدها إلى سيدي سليمان، ثم سوق البحر الغرب ومولاي بوسلان، وكان آخر محطة هي سيدي حرزه، اللي كيعرف مجموعة الإخوان بأنه كان آخر محطة ديالو كقائد سيدي حرزه. عاصر مجموعة من القضاة، أي قضاة التوثيق، التحق النقيب الوطني، التحق سيدي الحاج محمد بنونا بقضاة العدالة سنة 1987، وعاصر مجموعة من قضاة التوثيق من بينهم سيدي الحسن العلوي، سيدي محمد زويتن، سيدي العطار، سيدي الصحار، ياسين، وزياني، العدادي إلى يومنا هذا، العدادي، البرنوصي، والفقيه. وأخيرا قدم استقالته العام الفائت أي سنة 2020، فمن خلالكم كنطلبوا الصحة والعافية لسيدي الحاج محمد بنونا وطول العمر، الله يشافيه ويخليه بركة
وتاجا فوق رؤوس جميع السادة العدول، وتحية نضالية. شكرا الحاج سي عبد الحق. الحمد لله، يعني التحق بنا السيد رئيس الهيئة الوطنية لردود المغرب سيدي محمد الساسوي على سلامته، وجا مع المناسبة والمناسبة الشرط وهو التكريم الأخ ديالنا سيدي محمد المنى فليتفضل السيد رئيس الهيئة الوطنية. ما خليهمش ترتاح السيد الرئيس، ما خليهمش ترتاح. سيدي محمد شكرا.